نبدأ ببرج الحمل مهنياً، يوم واعد على الصعيد المهني وبانتظارك تغيرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها. عاطفياً قد تهتم بشأن ما يزعج الشريك وتشتري له بعض الهدايا في محاولة منك للتخفيف عنه. ننتقل من الهدايا من برج الحمل لبرج الثور. مهنيا اجواء مناسبه لمعالجه القضايا المهنيه المستجده، تحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح. اما عاطفيا تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولا تكون خاسرا. اما برج الجوزاء مهنيا يوم واعد وتنتظرك افكار بناءه قد تدفعك الى تخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه امالا كبارا. عاطفيا حماسه الشريك لارضائك تفاجئك وتنعكس ايجابا على العلاقه بينكما وتوضيح الرؤيه. ننتقل لبرج السرطان. مهنيا كن اكثر ثقه بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك واحباط عزيمتك وللتخلص منك بغيه احتلال المنصب الذي تشغله. عاطفيا تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد ايام صعبه وتشعر بعده بانك تمتلك الدنيا. جميل. اذا الان برج الاسد. مهنيا يا برج الاسد، معلومات دقيقه تصلك اليوم من شانها أن تعزز موقعك وتساعدك على فهم الأمور أكثر والتنبه للأخطار التي قد تفاجئك. عاطفياً تواجه حقيقة ما وقد تضطر إلى عقد لقاء حاسم مع الشريك أو لمعالجة أمر طارئ ويتعكر المزاج بعض الشيء. برج العذراء على الصعيد المهني كن متفائلاً أينما ذهب وجند طاقاتك في سبيل العمل والتقدم في الوظيفة لكي تحقق ما تصبو إليه وتصل إلى المركز الذي يرضي طموحك. عاطفياً حاول أن ترى الأمور من منظار إيجابي وتغاضى عن تصرفات الشريك المزعجة وأحياناً التي تصدر عنه بعفوية. أما برج الميزان مهنياً، ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام المتسرعة التي قد ترتد سلباً عليك. عاطفياً ربما تطرح مسألة قديمة تعود إليك الذكريات، اعمل خلف الستار ولا تستعرض قواك امام الشريك. برج العقرب اليوم بيساعدك المخلصون على احراز النجاح على الصعيد المهني والارباح في الاستثمارات، الا انك عليك التصرف بجديه. عاطفيا يسهل الشريك امامك الحوار والنقاش فتجدان معا حلا لبعض المشكلات في التعاطي بينكما. أما برج القوس مهنياً يا برج القوس، تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة، لكن لا تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك على حساب العائلة. عاطفياً لا تقم اليوم بأي مجازفات في المجال العاطفي وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك. سونيا اليوم بدنا ننصح برج الجدي نصيحة على الصعيد المهني أنه يكون واثق من نفسه أكثر. هذه نصيحتنا لك لليوم، فأنت تمتلك القدرات ولكنك لا تعرف كيف تستغلها. عاطفياً الكلام وحده لا يكفي، عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب وأخلاصك له وتعلقك بك. إذا برج الجدي عنده على الصعيد المهني والعاطفي يعني ضبط حالك. برج الدلو مهنياً طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل إليك هذا اليوم مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك. عاطفياً حاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك فأنت تترك مكامن ضعفه تجاهك. نختمها مع برج الحوت. مهنياً عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني، لكن كل شيء سيكون لمصلحتك قريباً. أما عاطفياً فلا تنتقص من قدرات الحبيب وأنت تدرك أنه موهوب وثمة علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور.